السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح فرض المرحلة الثالثة الدورة الثانية، يعني الفرض الأول في الدورة الثانية بالنسبة لمادة اللغة العربية المستوى الخامس ابتدائي. لنبدأ بقراءة النص. التسامح يساعد على تنقية وتطهير الروح والقلب، ويجعلنا دائما على صلة بكل شيء في هذه الحياة. ووجود تسامح كصفة في الأشخاص في المجتمع يجعلنا نشعر بالأمان والاستقرار. والتسامح هو أن ننسى الماضي الحزين بكل ألمه وجراحه، وهو القرار السليم الذي يقودنا إلى معالجة القلب والروح، وهو الاختيار الأفضل لكي لا نجد قيمة للكره أو الغضب، حيث يجعلنا نتخلى عن إيذاء الآخرين مهما كان الشيء الذي حدث بيننا وبينهم في الماضي. فالتسامح هو الرغبة في أن نفتح أعيننا على مزايا الآخرين ونتغاضى عن عيوبهم ونساعدهم على إصلاحها والتخلي عنها. كل إنسان خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالتسامح صفة جميلة تجعل الحياة أجمل، فكل إنسان يعيش حياة خالية من المشكلات هو إنسان سعيد، حيث أنها صفة مهمة من صفات الإنسان الصالح. فإن تتغاضى عن الأمور السيئة التي يسببها لك الناس، وأن توكل أمرك إلى ربك، فأنت تبني لنفسك حياة ملؤها الهدوء والاستقرار. والتسامح هو الذي يزيل آثار الماضي المؤلم. أولا أشكل ما تحته سطر في النص. كل إنسان خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالتسامح صفة جميلة تجعل الحياة أجمل، فكل إنسان يعيش حياة خالية من المشكلات هو إنسان سعيد. والتسامح هو الذي يزيل آثار الماضي المؤلم. سؤال ثاني، أضع عنوانا مناسبا للنص. التسامح، حيتاش كيتحدث لنا عن التسامح. ثالثا، استخرج من النص بعد فضائل التسامح. التسامح هو الرغبة في أن نفتح أعيننا على مزايا الآخرين ونتغاضى عن عيوبهم ونساعدهم على إصلاحها والتخلي عنها، وهو الاختيار الأفضل لكي لا نجد قيمة للكره أو الغضب. يجعلنا نتخلى أيضا عن إيذاء الآخرين، يجعلنا نشعر بالأمان والاستقرار، يجعلنا ننسى الماضي الحزين، إذن إلى غير ذلك. هناك العديد، إذن غنحاول نكتبو هادشي اللي عندنا في النص. يجعلنا نشعر بالأمان والاستقرار، يجعلنا ننسى الماضي الحزين، ويقودنا إلى معالجة القلب والروح، ويجعلنا نتخلى عن إيذاء الآخرين، ونتغاضى عن عيوبهم ونساعدهم على إصلاحها. سؤال الرابع، استخرج من النص مرادف مسرور ونحس. إذا إلى قريت النص غتلقاو أن مرادف مسرور هي سعيد، نحس مرادفها نشعر. قلنا أن المرادف
مسرور هي فوالا هاي سعيد. نحس مرادفها نشعر. استخرج من النص ضد الطالح، اذا ضد الطالح من خلال قراءة النص الصالح. الآن بالنسبة لضد الجيدة السيئة، الآن سؤال سادس، أملأ خطوط شبكة الكلمة. عندنا نتخلى، إذا بالنسبة لنوع هذه الكلمة فعل، مرادفها نستغني أو لا نترك، بالنسبة لضدها نتمسك أو نقدر نقول نتشبث، وأيضا يجب وضعها في جملة، إذا يمكننا القول لا تتخلى عن صفة التسامح. ننتقل الآن لمكون الصرف والتحويل. أولا أقرأ النص التالي، ثم استخرج ما يتضمن من جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث السالم. المؤمنون والمؤمنات يساند بعضهم بعضا، تجدهم ملتزمين وملتزمات، طائعين لله وطائعات، راغبين في الجنة وراغبات، لذلك أعد الله لهم ولهن من الخيرات، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا هنا مطلوب أننا نستخرج جمع مذكر سالم وأيضا جمع مؤنث السالم. بالنسبة لي غنبداو، دونك عندنا المؤمنون والمؤمنات، إذا جمع مذكر سالم عندنا هنايا المؤمنون، جمع مؤنث سالم المؤمنات، ملتزمين وملتزمات، إذا جمع مذكر سالم ملتزمين، بالنسبة لملتزمات جمع مؤنث سالم، أيضا طائعين جمع مذكر سالم، طائعات جمع مؤنث السالم، راغبين جمع مذكر سالم، راغبات جمع مؤنث السالم. سؤال ثاني، املأ الفراغ بجمع مذكر أو مؤنث سالمين مناسب لمعنى الجملة. إذا صفق للبطل، غادي نقول هنايا صفق المشاهدون للبطل. خرجت من القاعة، يعني خرجت الفتيات من القاعة، تشرح دروسهن بإخلاص، تشرح المعلمات دروسهن بإخلاص. المغاربة في الصناعة التقليدية، المغاربة بارعون في الصناعة التقليدية. سؤال ثالث، أحول الجملة إلى الجمع، يقف الممرض والممرضة أمام المستشفى. إذا غادي نقولوا يقف الممرضون والممرضات أمام المستشفى. سؤال رابع، أملأ الفراغ بالجمع المناسب للمعنى، جلس المتفرج، غادي نقولوا جلس المتفرجون. في المدرج، في المدرجات، يتابع مهارة، يتابع مهارات اللاعب، اللاعبين، سؤال خامس، أحول الجموع التالية إلى المفرد، مؤمنون المفرد ديالها، مؤمن، بعيدات مفردها بعيدة، مجدون، مجد، مستمتعات، مستمتعة.
ننتقل الآن بالنسبة لمكون التراكيب. أولا أربط كل كلمة بما يناسبها فيما يأتي. عندنا صباحا، تحت، زوالا، أمام، جانبا. يجب علينا تحديد من هذه الكلمات ظرف مكان وظرف زمن. إذا بالنسبة لصباحا ظرف زمن، تحت ظرف مكان، زوالا ظرف زمان، أمام ظرف مكان، جانب أيضا ظرف مكان. ثانيا أعرب الجملة التالية: يسير جانب الطريق. يسير فعل مضارع مرفوع بالضمة ظاهر على آخره، والفاعل حيتاش ما عندناش هنا الفاعل، يعني أن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو يسير. بالنسبة لجانب هي شفناها هنايا قبل، كتبنا عليها أنها عبارة عن ظرف مكان، يعني مفعول فيه ظرف مكان. منصوب بالفتحة وهو مضاف الطريقي مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. ثالثا أضيف المفعول فيه المناسب لكل جملة. اختبأ الطفل الباب، إذا هنا غنديرو مفعول فيه، يعني سواء غادي نحطو ظرف مكان أو ظرف زمن. إذا اختبأ الطفل وراء الباب. نمت في الفندق، نمت البارحة في الفندق. عاد أبي من العمل مساء. وضعت الورقة، هنا عندنا الكتب، بين الكتب. رابعا أمل الجدول الآتي بما يناسب. عندنا الجمل: عاد الجيش من المعركة منتصرا، أقبل سمير ضاحكا، صاحب الحال، الحال وحركته الإعرابية. إلا بغينا نحددوا الحال من الجملة كنطرحوا السؤال بكيف. كيف عاد الجيش من المعركة؟ عاد منتصرا، يعني الحال هنايا هو منتصرا. إلا بغينا نحددوا صاحب الحال كنطرحوا السؤال بمن. من عاد من المعركة منتصرا؟ الجيش. حركته الإعرابية، الحال دائما كيكون منصوب. أقبل سمير ضاحكا، كيف أقبل سمير ضاحكا هو الحال. من أقبل ضاحكا؟ سمير، صاحب الحال. حركته الإعرابية أيضا منصوب. سؤال خامس: أتمم الجمل التالية بحال مناسب. دخل أبي من العمل، إذا كيف دخل أبي من العمل؟ مرهقا من العمل. وصل إسماعيل، كيف وصل إسماعيل؟ مسرورا. سؤال سادس: اقترح جملة من اختيارك تحتوي على الحال أو المفعول فيه. يعني هنا جملة غتختاروا، واخا غادي نديرو جملة فيها الحال وغنديرو جملة أيضا فيها المفعول فيه. جاء الولد ضاحكا، كيف جاء الولد؟ جاء ضاحكا، إذا هذا هو الحال، الولد صاحب الحال، الحركة الإعرابية منصوب. غنعطي جملة ثانية فيها المفعول فيه: وقف الطالب خلف المدرس. نلاحظوا معايا خلف مفعول فيه طرف مكان. اذا لو كنكونوا قد انتهينا من تصحيح فرض مادة اللغة العربية فرض الاول في الدورة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. اتمنى لكم التوفيق، الى اللقاء.